محتز واخيرا مع رجعه اصابع الببو يا خيار على البرنامج انا محضر لكم اغنيه حزينه. يا راح تغني؟ يا ريت. لا شوف هيك شو خرجت انا ولا شوف يا شباب حطوا لنا الاغنيه لو سمحتوا. حد ياخذها مني. لا اغنيه حزينه. اوكي انت اللي حكيت لي انا شو دخلني. انا من زمان ما اشتغلت استاذ معتز في الكورونا بس كله حفلات ومزارع. لو سكرت حدود مليح وخبيت دغري مفاتيح والحجر كان كله صحيح ما بتنهار حيزاد الحالات كثير والوضع صار خطير لما يزيدوا شو رح يصير عبر بالدار لو سكرت حدود منيح وخبيت دغري المفاتيح والحجر كان كله صحيح ما بتنهار حيزاد الحالات كثير والوضع هي خطير لما يزيدوا شو رح يصير حضر بالدار لو متأكد منه لفحصك كان كلنا هسه منضحك ما كنا عزلنا بمالي ولا خالطنا أيمن وهاني خالط أول خالط ثاني وصاروا بثار شكله اشتيقن على المعبر ما رح نوصل مستوى الأخضر كان ركزنا على المعابر ما نسيناش حدود جابر ليش تصرح وتحكي يا جابر نشوفو مات لا ما مات لا ما مات لا ما مات لا ما مات الموسيقى وقفوا الموسيقى وقف لي وقف لي الموسيقى وقف لي الاحتفال يا اخوان وقفوا والله وعدي البس كمامه الك ولاختي يا شو يا حبيبي تحت مش على ولا اجراءات السلامه ما تعرف ايش الفيروس من وين صحيح صحيح تعرف ما شاء الله هذا هذا انتوا استغليتوا فتره الكورونا انكم مبدعين الحمد لله هذا ابداع ما احنا ما اشتغلناش ايش استاذ معتز في الحذر كله مزارع وشو اسمه شو ما اشتغل كل المزارع نروح حفلات لا ما بنخفف دبطل صراحه كله نروح حفلات مزارع ونروح حفلات بس هيك شيء خفيف شيء خفيف شوف ادمن مفرقعات ناريه انا والله السلام يعني ابداع ابداع شو بدي خلي معك الباكيت هذا ابداع لا يوصف